السلام عليكم أصدقائي، شلونكم؟ إن شاء الله يا ربي كلكم زينين. هاليوم سويت قص الدجاج على وصفتي، هذه وصفتي بعد تجارب كثيرة توصلت لها، طلعت لذيذة كلش، فحبيت أشارككم هاي الوصفة. تعالوا وياي حتى تشوفون المواد المطلوبة وطريقة العمل. مقادير شاورما الدجاج هي: أول شيء عندي هنا دجاج كله مغسول ومقطع شرايح، تقريبا كيلوين هذا، و يعني إذا كيلوين هواية تقدرون تستخدمون نص الكمية، كل المواد نص الكمية تستخدمون. أحتاج للشاورما هاليوم اللي راح أسويها بصل عدد واحد، أخليه بالخلاط، ثوم 2 فص ثوم ايضا اخليه بالخلاط. راح اترم هاي المواد مع بعض وارجع لكم. بعد ما انتهيت من طحن البصل والثوم، يعني صار بهذا الشكل كله مرت كلش، راح اضيف له عندي هنا نص ملعقة طعام زنجبيل، عندي فلفل اسود ايضا نص ملعقة طعام او اكثر او اقل، يعني حسب الرغبة الكمية اللي تريدوها. عندي راشي تقريبا ملعقتين طعام من الراشي، عندي حامض يعني عصرة حامض كلش كافية. راح اخلط كل هاي المواد كلهم، اخلطهم سوية، وقليل من الملح ايضا. افرغ هاي الخلطة فوق الدجاج، يعني اخلطه كله ويا الدجاج، اخليه يتشرب بيه، واغلفه بالنايلون واخليه بالثلاجة لمدة مو اقل من ساعتين، واذا اكثر يعني ليلة كاملة تخلوه بعد افضل، فلانه مستعجلة عليها اليوم راح اخليه ساعتين بالثلاجة. هسه اخلطه واغلفه بالنايلون واخليه بالثلاجة وارجع لكم. هكذا مثل ما تشوفون لوثت كل الدجاج بهاي الخلطة اللي سويتها، هسه راح اغلفه بالنايلون وراح اخليه بالثلاجة لمدة ساعتين، واذا تقدرون ليلة كاملة تخلوه بعد افضل. مثل ما تلاحظون هنا خليت شوية زبد بالمقلاة، وراح اخذ الدجاج شوية شوية افرغه عندي هنا، فرغه بهذا الزبد شكل. فرغت الدجاج كله وراح ابدي اقلب بيه. اتركه شوية، مثل ما تشوفون نشف كل المي من القص اللي سويته، قص الدجاج. طفيت النار ودا اقلي هنا شوية فلفل حتى اقدمه ويا اي خضرة يعني متوفرة عندكم، فلفل او طماطة تقدرون شوية بس تقلوها وتقدموها ويا، او سلطة اي شيء متوفر عندكم. هسه راح افرغه. اصدقائي هكذا انتهيت من وصفتنا لهذا اليوم، قص الدجاج اللي سويته. اتمنى تعجبكم هاي الوصفة وتجربوها، والف عافية، واترككم بامان الله الى ان من نلتقي بفيديو اخر، وشكرا جزيلا للمشاهدة.